اسألوا عليا اسألوا عليا يا لكم خلاص مش سهل اسأل عليا طيب مش احنا اللي حطينا القنبلة الجزار هو اللي حطها والله الجزار يا غبي اعترف لو اعترفت ان احنا اللي حطيناها يوقفوا التعذيب كفاية كفاية حرام عليكم كفاية ضرب ويطلع يا جدعان والله انا مش سهل الحمد لله الحمد لله ايه ده هو انت خير يا جزمه فجاه انا ايه رايكم في الفجاه دي ما كده يا معلم خيري واحنا اللي كنا جايين نتفق معاك ازاي نقسط المبلغ اكتم يا تقصر بقيت المبلغ هي فيها قصيطة ورحمة أمك لقصر دماغ انت وهو وهو يا الله عرق أزرق أبو كتوريا ريح المعفنة دي انت مت ولا هو عفنة لا والله العصف بس أنا عندي مناعة تعالى أنا بحبك تعال اخرم لك ودنك لا لا والنبي والله اعمل تعال والله اعمل حشو جزور والله لا لا تهاني تهاني ايوه بقول لك ايه هو الواد كله مش هيعدي علينا كده خالص من ساعه ما جه ما شفتوش وبعدين مش انت طلعتي تلاقيه متلقح عند الواد حرص ولا الواد بكتيريا طيب انا كنت عايزاه ينزل من بكره يشوف شغل البنات هو معهوش الموبايل لا مغلق اتصلت بيه مغلق يا واد يا باك يا باك عايزه يا ست ست ايه يا واد انا خالتك لا برضو ست طب بص يا غلباوي تقبي وتخطص حالا تشوف لي فين كونه طب ما انا عارف مكان فين عند بكتيريا لا عند حورس لا ابر امال فين يا منيل هاتي 100 جنيه وانا اقول 100 جنيه في عينك قول لي فين بقى كونه بكتيريا وحورس متعلقين عند خير جزمه مت ايه فين متعلقين عند خير جزمه ليه ما لهمش اهل قوم هات لي الطرحه قوم انت مش هتيجي معايا المسلسل لسه مخلصش بصي معلقين سنجام ازاي يا برده حبت عين امك يا سنجا ايه ده انتوا بقيتوا سوبر لوكس حلو قوي ده ايه ده الحقينا يا خالته الحقينا يا امو ما تلاقوش يا عيال ايه اللي انت عامله في العيال ده يا ريس بولغه فهد الابيض سيدة الأنبوبة المتفجرة بس أنا اسمي جزمة لو بق تاني قال لي صارمة دي ولا بولغة غير البق ده أنا كنت فلطح ما فرقتش حاجة يا أخويا زي بعضها نزل العيال دول دلوقتي حالا اوعى تكوني فاكرة ان انا بعذبهم ولا بسلك وراكم عشان هم ضاحكين عليا في فلوس لا انت دول زملاتي اصحابي احنا بنلعب دي لعبة هوري مش احنا بنلعب يا هوريكي دور كده بوليطة بوليطة نعكيشة نعكيشة عفينة عفينة زعنيفة زعنيفة طب ايه ده؟ ده؟ ابو كتوريا كان جعان جبنا بيتزا راح داخل فيها بوجهه شبعت يا ياد؟ ما تلاقيش يا خالته والله دي شويه تسلخات مفيش حاجه نزل لي العيال دول دلوقتي حالا ده انت تامر يا قمر ده انا نزلهم من على المقطم واطلع انا جامده قوي ولا نزل زملاتي يا انا هفك نفسي هفك نفسي مشيئه الله تقيل بقى سقف للنبي سقف للنبي اهو بصي جايه اهي جايه اهي بشده انت عارفه امهم انا كنت اخلي خير جزمه ده سوى السيراميك في الحاره لولا ان انت جيتي انا فكيت نفسي في الاخر مش خدت بالك من الحته دي ماشي انا مش قادر يا جدعان انا هموت وانام يلا يا كونو يلا شكرا يا خالته لا يلا فين ده انا عايزك يا اخويا فوق تطلع لي بجد انت فاكرني حاجه بات عندك يلا يا ابنها ولا ايه امشي يلا بوشك المقطع ده وبيتكم معفن على بيتكم يلا كده يا كونو ماشي يا صاحبي سلام بقول لك يا امهم امانة عليك تسلمي لي قوي على يومنا وتديها لي بوسه فرنش فرايز ما تلم نفسك يا ابني انت اذا كان امهم ما اتكلمتش انت اللي متضايق
ده ايه ده العيله الغريبه دي؟ بص بقى يا كنو يا ابني تهاني، انا باصص بس ما تغلطيش في امي لو سمحت يا واد. بس اسمعني، احنا بصراحه كده لازم ندور لبنات على شغل. الله يحبك يا خالته، وانا مش مال عيلك كراجل؟ ما انا بشتغل يا خالته. يا واد هو انت لاقي تاكل؟ احنا مش جايين مصر نقعد يا اخويا، احنا نتعرف على ناس وناس تتعرف علينا وكده. هو صح، وايه المطلوب؟ ندور للبنات على شغل مناسب. يعني عندك البت يسرى دي بنت مسكينه ومن كسره وما بتقولش كلمتين على بعض، يبقى تشتغل في خدمه العملاء. انت عبيط يا كنو. ده بالنسبه ليسرى، بالنسبه بقى ليمنى عايزه لها ايه؟ لا يمنى دي بقى النوره المفتحه بقى، طالعه لي يا اخويا طالعه لامها. حلو، يبقى تشتغل خرصه او في مكتبه او خياطه. انت احول يا ولا. اعتمدي عليا يا خالته، اعتمدي عليا عشان كونه اسم صنعه تاريخ.